استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة يتيم، حيث رفعوا إلى سموه الشكر والتقدير على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في فقيد العائلة حسين بن علي يتيم. وخلال اللقاء استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير مآثر الفقيد حسين بن علي يتيم وإسهاماته في الشأن التجاري والاقتصادي، منوها سموه في هذا الصدد بدور عائلة يتيم التي لعبت على مدى عدة عقود دورا بارزا في الحياة التجارية والاقتصادية بالبحرين، ونجحت بأن تكون واحدة من كبريات العوائل التجارية في البلاد. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات الرجال الأوائل في بناء نهضة البحرين وتقدمها وازدهارها، مؤكدا سموه بأن البذل والعطاء من أجل الوطن يجب أن نورثه للأجيال القادمة حتى تظل المسيرة الوطنية دوما في نمو متسارع ومحققة لتطلعات المواطنين وأمالهم. وقد أعربت عائلة يتيم عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه النبيلة ومواقفه الطيبة مع المواطنين في السراء والضراء، مؤكدين بأن سموه عرف دائما أنه من المواطن قريب.